عرف عن اللواء بهجة سليمان دعمه الشديد للنظام السوري خلال عهد الأسدين، حيث كان رجل حافظ الأسد المخلص والذي اختاره عن شقيقه رفعت إثر الأزمة التي وقعت بين الشقيقين عام 1984. على الرغم من أن سليمان كان من أبرز ضباط أمن سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد في دمشق، وأنه كان ضابطاً بالكتيبة التي يقودها رفعت أثناء اجتياحه لمدينة حماة في الثمانينيات، إلا أنه حسم خيارته بالوقوف إلى جانب حافظ الأسد ضده. تولى بهجة سليمان العديد من المناصب القيادية، لكنه في عام 2005 تم تحييده بعد تداول اسمه بين أبرز المطلوبين في قضية إنهاء حياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ليعين بعدها سفيراً لدى وزارة الخارجية، حيث تم اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسوريا لدى الأردن في عام 2009. وظل في منصبه 4 سنوات في عمان، لكنه طرد فجأة عام 2014، حيث أعلن حينها أن بهجة سليمان شخصاً غير مرغوب فيه، وبررت الجهات الأردنية الرسمية قرارها بإساءاته المتكررة لعمان من خلال مواقفه وتعليقاته. لكن مصادر أخرى قالت إن قرار الطرد جاء لكونه تجاوز الأعراف الدبلوماسية بعد اتهامه بحادث غير لائق، وقالت مصادر غير رسمية أن نظام الأسد أيد قرار الأردن، حيث لم يستقبله الرئيس بعد عودته، كما أنه لم يعين في أي منصب آخر بعدها، لكن الأردن والنظام السوري لم يعلقوا على تلك الاتهامات. ورد السفير السوري السابق في الأردن بهجة سليمان على قرار الطرد بقوله إن الحكومة الأردنية تأخرت 3 سنوات في القيام بتلك الخطوة كعادتها في التأخر، واتهم الأردن بالتضييق على السفارة السورية وسفيرها ودعمها الخارجين عن القانون. ولد اللواء بهجة سليمان عام 1949 في اللاذقية، وتخرج في الكلية الحربية بحمص باختصاص علوم عسكرية، وحصل على ماجستير قيادة وأركان من كلية القيادة والأركان السورية، كما حصل على شهادتي دكتوراه من موسكو، الأولى في الاقتصاد السياسي عام 1982 والثانية في العلوم العسكرية عام 1998. تدرج سليمان في قيادة تشكيلات عسكرية تابعة للقوات السورية، وشغل عدة مناصب قيادية، كما كان من المشاركين في أزمة تشرين عام 1973 كقائد سرية دبابات في القطاع الشمالي، كما شارك كقائد وحدة عسكرية بعد دخول القوات السورية إلى لبنان. وفي عام 2021 أعلنت وفاة سليمان في العاصمة السورية دمشق عن عمر ناهز 72 عاماً نتيجة مضاعفات صحية.